ألف مليون سلامة على نجم الكرة المصرية محمد صلاح وطبعا الكرة العالمية ونجم ليفربول، وألف مليون سلامة على الإعلامي المحترم إبراهيم فايق. نمسك الأول محمد صلاح. محمد صلاح كل وسائل الإعلام أو كل شبكات التواصل وكل المواقع الإلكترونية خلاص أكدت إن هو عنده كورونا، وكمان الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصرية أكد نفس المعلومة، هو عنده كورونا. بس أنا بصراحة الموضوع شغلني من ناحية المنتاليتي اللي المفروض محمد صلاح عداها. صحيح أنا لو فرح أخويا أكيد هبقى فرحان وبضحك وبرقص والكلام ده كله، لكن أنت نجم عالمي أكيد يعني عندك محاذير، أو الدكتور المعالج بتاع فريق ليفربول أكيد قايل لك على شوية تعليمات كده ما ينفعش إنك تعملها، بالذات مع انتشار فيروس كورونا. صور الفرح وفيديو الفرح لما اتفرجت عليه اتصدمت، عارف انه في الاخر انت نجم عالمي لكن الطابع المصري او الشكل المصري برضو غلاب. فكر ان احنا نرقص ونغني في هيصة وبتاعة ومفيش كمامات مفيش اي حاجة، يعني الحمد لله. طبعا اتحاد الكورة على حسب ما انا سمعت انه اعلن الخبر ورجع، كان عنده حالة لخبطة وبعد كده رجع اكد الخبر وبعد كده قال له خلاص الخبر اوكي. المهم ان اخر الاخبار ان المسحة التانية اللي اتعملت لمحمد صلاح طلعت برضو ايجابية، لكن اللي بيقولوا ان الحالة مستقرة. طبعا عن طريق الحسابات الرسمية لمحمد صلاح وتحديدا الانستجرام اللي هو نشط جدا عليه ما كانش فيه اي حاجة خالص عن كورونا او عن اصابته بكورونا. السؤال هنا موقف ليفربول من اللي حصل ده ايه؟ يعني هي ليفربول شايف الموضوع ايه؟ بالذات ان في ناس بيقولوا برضو ان نفس مشكلة كريستيانو، يعني كريستيانو رونالدو عمل نفس المشكلة. لكن انا بتكلم على منتاليتي المصريين، انه فعلا مهما كان انت وصلت المرحلة من الشهرة او من الثقافة او من العلم او حاجات كتير جدا، الا ان السلوك المصري بيفضل جوانا هو ان احنا بنحب فكرة يعني ايه خليه على الله وان شاء الله ربنا بيكرمنا وباذن الله، ويعني زي بالظبط مهرجان الجونة، يعني ما كلهم نجوم وفنانين ومثقفين ومتعلمين وكل الكلام ده كله وكله كان قالع يعني فتمام. بس انا كنت متوقع محمد صلاح عكس كده شويه. صحيح فرح اخوك يستحق الفرحه، لكن يعني كان ممكن وانت في وسط الفرحه دي تركز شويه ان انت محمد صلاح، انت مش ملك نفسك دلوقتي، انت ملك ملايين بيحبوا يتفرجوا عليك وبيحبوا يشوفوك. وطبعا الاعلامي ابراهيم فايق الف مليون سلامه عليه، برضو تعرض لمشكله كده جلطه في الجهاز التنفسي او في الرئه، وان شاء الله يا رب كل اصحابنا وزمايلنا اكدوا انه حالته مستقره وحالته كويسه، وباذن الله يرجع قريب جدا ويقدم البرنامج بتاعه ويكون برضو في احسن حال. النصيحه اللي بقولها لنفسي وبقولها لحضراتكم في نهايه الفيديو ان كورونا ما خلصتش، وان اذا كان دول نجوم يعني وناس اسماء كبيره وناس عندها من الثقافه من العلم حاجات كتير قوي ومع ذلك جالها كورونا، ما بالكم احنا اللي بننزل وبنركب مواصلات او بنركب عربيات حتى وبنقابل ناس في اماكن مفتوحه كتير. يعني نتعظ وناخد بالنا، الموضوع مش سهل ومش بسيط زي ما الناس بتتعامل معاه. سلام عليكم.